التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث. أيوة حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه، دوقي دوقي يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله يقول لها مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وأنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا، الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا، أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم، بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا، في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل ب4 أيام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير، والله هو كل قطر هيولع يقعدوا يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. ميرسي، مع السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض، والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده.
كتاب ايه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجائزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لصحابي. بابا أنا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايز أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة. ندوة؟ آه. وين؟ الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزله. ايوه انا عايزاك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين مين مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. ومعنا أيضاً لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية، والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. ايه دي حاجه بسيطه كده على ما اسم حلاوه الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي الساعه الصبحيه ما حدش يقول الرزق. لا دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قول لنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيداً بعيداً، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي أنا بقروسك في رجلي. الظاهر إن أنت فعلاً إنسان وضيع زي ما قالولي. أنا غلطانة أنا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي فقر. وإني
لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة عبد اللطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك، أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ بكام؟ بكام؟